بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة أبنائي الطالبات طلبة الصف الرابع ابتدائي، معكم مستر فرحان عطية. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض كده حاجة علوم في مراجعة نهائية في مادة العلوم. اكتب المفهوم العلمي الدال على العبارات الآتية: كل ما له كتلة ويشغل حيازا من الفراغ. ها الإجابة: المادة. 2 مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. الإجابة: الحجم. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. الإجابة: الكتلة. أداة تستخدم في قياس الكتل الصغيرة. الإجابة: الميزان. الأداة المستخدمة لقياس حجم سائل. الإجابة: المخبار المدرج. آسف يا جماعة، هنا رقم 4 الميزان الحساس. رقم 6 مواد حجمها وشكلها غير ثابتين. الإجابة: المواد الغازية. 7 مواد لها شكل محدد وحجم ثابت. الإجابة: المواد الصلبة. 8 مواد لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الإناء الذي توضع فيه. الإجابة: المواد السائلة. 9 تحول المادة السائلة للحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة. الإجابة: التبخر. تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد. التكثف. أبسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليلها إلى مادتين أو أكثر. الإجابة: العنصر. أبسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليلها إلى مادتين أو أكثر قلناها العنصر. عندنا هنا رقم 12 عناصر ليس لها بريق معدني اللا فلزات. عنصر فلزي سائل الزئبق. عناصر لها بريق ولها القدرة على توصيل الكهرباء والحرارة الفلزات. لا فلز جيد التوصيل للكهرباء الكربون أو الجرافيت اللي هو اسمه جرافيت. تغير في شكل المادة الظاهري وليس في تركيبها التغير الفيزيائي. التغير في تركيب المادة ينتج عنه مادة جديدة التغير الكيميائي. تكون طبقة هشة على سطح قطعة الحديد عند تركها في الهواء الرب صدأ الحديد. أجسام مضيئة تشع ضوءا وحرارة تظهر في السماء ليلا. نجوم. أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما المشتري. الكوكب الذي نعيش عليه الأرض. أجسام معتمة تدور حول الشمس في مدارات محددة الكواكب. أحد كواكب المجموعة الشمسية تدور حولها حلقات ملونة زحل. كوكب يسمى الكوكب الأحمر المريخ. جسم معتم يدور حول الأرض ويعكس ضوء وحرارة القمر. يعكس ضوء الشمس بس ما يعكس ضوء وحرارة. يعكس ضوء وحرارة ده النجم، أما القمر بيعكس ضوء الشمس بس، هو جسمه معتم زي أي كوكب. أحد كواكب المجموعة الشمسية يطلق عليه اسم الكوكب المائي الأرض. نجم يوجد في مركز المجموعة الشمسية الشمس. أحد كواكب المجموعة الشمسية يطلق عليه اسم الكوكب البارد أورانوس. طيب أكمل العبارات الآتية: تتميز المادة بأن لها كتلة وحجم. الكيلوغرام وحدة قياس الكتلة. المتر وحدة قياس الطول. يستخدم الشريط المدرج في قياس الأطوال الكبيرة. يستخدم الميزان ذو الكفتين في قياس الكتل الكبيرة. تستخدم المسطرة المدرجة في قياس الأطوال الصغيرة. قام عمرو بحساب كتلة 4 قطع متساوية في الحجم.
من مواد مختلفة، وقارن بين قيمة الكتل في كل منها، فإن قيمة كل الكتل في كل منها، فإن عمرو يريد أن يثبت أن كتلة الحجوم المتساوية من المواد المختلفة تكون مختلفة. الحجوم المتساوية من نفس المادة لها كتل متساوية، والحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها كتل مختلفة. حالات المادة هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. يوجد للمادة حجم ثابت وشكل ثابت في الحالة الصلبة. يمكن ضغط المادة في حالتها الغازية. المادة التي تأخذ شكل الإناء الحاوي لها ولا يتغير حجمها هي السائلة. عند نقل الماء من إناء إلى آخر فإن شكله يتغير حسب شكل الإناء الجديد. المواد الصلبة لها شكل محدد وحجم ثابت. المواد الصلبة لها شكل وحجم ثابت، بينما المواد السائلة لها حجم ثابت ويتغير شكلها. الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة. التجمد هو حالة تحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد. نستخدم الذهب في صناعة الحلي. نستخدم الحديد في صناعة الكباري. تصنع أقطاب الأعمدة الكهربائية من الكربون اللي هو الجرافيت. مجموعة العناصر ذات البريق تسمى الفلزات. مجموعة العناصر التي ليس لها بريق تسمى اللافلزات. من اللافلزات الصلبة عنصر الكبريت، بينما البروم من اللافلزات السائلة. الفضة عنصر لا بريق، لذلك ينتمي إلى مجموعة الفلزات. تصنف العناصر إلى فلزات ولا فلزات. الذهب عنصر ينتمي إلى مجموعة الفلزات، والكبريت ينتمي إلى مجموعة اللافلزات. الحديد والجرافيت عنصران جيدان لتوصيل الكهرباء. يعتبر احتراق الخشب تغيرا كيميائيا. يعتبر انصهار الجليد تغيرا فيزيائيا. غليان الماء وتصاعد بخاره مثال للتغير الفيزيائي. التغير الكيميائي هو تغير في تركيب المادة. تعفن الفاكهة وتخمرها يعتبر تغيرا كيميائيا. ثني الحديد يعتبر تغيرا فيزيائيا، بينما صدأ الحديد يعتبر تغيرا كيميائيا. سحب النحاس إلى أسلاك يعتبر تغيرا فيزيائيا. انصهار الشوكولاتة تغير فيزيائي. ذوبان السكر في الماء تغير فيزيائي. انفجار الألعاب النارية تغير كيميائي. وتقطيع الخضروات تغير فيزيائي. تقع الشمس في مركز المجموعة الشمسية، يدور حولها الكواكب في مدارات محددة. يقع كوكب الأرض بين كوكب الزهرة وكوكب المريخ. المريخ الزهرة طبعا هو اللي أقرب للشمس. أصغر الكواكب حجما هو كوكب عطارد، وأبعد الكواكب عن الشمس هو كوكب نبتون. على المريخ اسم يطلق على اسم المريخ اسم الكوكب الأحمر. ليه مسمينه الكوكب الأحمر؟ عشان مليان بالصدأ الحديد. ويطلق على نبتون اسم الكوكب اللي هو الصدأ يعني. ويطلق على نبتون اسم الكوكب الأزرق. كواكب المجموعة عدد كواكب المجموعة الشمسية 8 كواكب، وعدد النجوم فيها نجم واحد. أكبر كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب المشتري، وأصغرها هو كوكب عطارد. تتكون المجموعة الشمسية من الشمس والكواكب والأقمار. الكوكب الأحمر هو كوكب المريخ، والكوكب الأزرق هو كوكب نبتون. تسبح النجوم في الفضاء فسيح يسمى الكون. في فصل الصيف يكون النهار أطول من الليل. في فصل الربيع وفصل الخريف يتساوى الليل مع النهار تقريبا. في فصل الشتاء يكون الليل أطول من النهار. تدور الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع، بينما تدور حول محورها مرة كل 24 ساعة، هي حول نفسها يعني. تبدو لنا الشمس متحركة من الشرق إلى الغرب محور، بس هي في الحقيقة بتدور الأرض بتدور الأرض بتدور من الغرب للشرق. محور الأرض يكون مائلا، لذلك لا يتساوى عدد ساعات الليل والنهار. تتعاقب فصول السنة الأربعة بسبب دوران الأرض حول الشمس.
يتعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها أو نفسها. صح وغلط. من وحدات قياس الطول الكيلومتر والسنتيمتر. صح. يستخدم الميزان المعتاد في تعيين الحجوم الكبيرة. غلط. الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها كتل متساوية. خطأ. يستخدم الميزان الحساس في قياس كتل المشغولات الذهبية. صح. المواد الغازية لها شكل وحجم ثابت. غلط. يمكن ضغط المادة في حالتها السائلة. غلط. الغازي يتكون الندى على الأسطح الباردة. صح. تأخذ الأشكال الأجسام الصلبة شكل الإناء الذي توضع فيه. خطأ. السائلة. التبخر هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. صح. العناصر المختلفة متساوية في درجة انصهارها. خطأ. الزئبق عنصر فلزي يدخل في صناعة الترمومترات. صح. الفضة فلزي له بريق معدني. صح. كبريت عنصر لا فلزي قابل للتشكيل. خطأ. نصنع الحلي من الذهب. صح. الكربون لا فلز رديء للتوصيل للكهرباء. خطأ. تصنع مقابض أواني الطهي من الخشب. صح. الحديد والنحاس والرصاص فلزات تنصهر عند درجات حرارة عالية مختلفة. صح. يعتبر احتراق الوقود تغيرا كيميائيا. صح. حرق الورق ينتج عنه مواد جديدة. صح. إعادة تصنيع الورق تغير كيميائي. خطأ. فيزيائي. طحن السكر يعتبر تغير فيزيائي. صح. انفجار الألعاب النارية يعتبر تغير فيزيائي. خطأ. كيميائي. صدأ الحديد يعتبر تغيرا كيميائيا. صح. النجوم أجسام معتمة تبدو لنا صغيرة عند النظر إليها. خطأ. مش أجسام معتمة، أجسام مضيئة. يدور حول الأرض حول كوكب زحل حلقات ملونة. صح. كوكب الأرض هو الكوكب الأحمر. غلط. غلط. كوكب المائي. أضخم كواكب المجموعة الشمسية هو عطارد. خطأ. أصغرهم. يدور حول الشمس 9 كواكب. خطأ. 8. هما كانوا 9 وبقوا 8. الكوكب القمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. خطأ. صح. في فصل الشتاء يكون النهار أطول من الليل. خطأ. يتساوى عدد ساعات النهار مع عدد ساعات الليل صيفا. خطأ. تحدث حركة الظل نتيجة الحركة الظاهرية للشمس. صح. تدور الأرض حول محورها ومحولها الشمس. صح. تبدو لنا الشمس متحركة من الغرب إلى الشرق. خطأ. يستخدم الميزان المعتاد في تقدير الكتل. من أدوات قياس الكتلة الميزان المعتاد. من وحدات قياس الكتلة الجرام. وحدة قياس حجم السوائل اللتر. يقاس حجم السوائل باستخدام المغبار المدرج. يتم تعيين حجم جسم صلب غير منتظم الشكل باستخدام مغبار مدرج به ماء. يقاس حجم المادة الصلبة بوحدة سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب. يتم تعيين حجم حجر صغير عند غير منتظم الشكل من مادة لا تذوب في الماء باستخدام مغبار مدرج. تم وضع قطعة حجر في إناء به كمية من الماء قدرها 30 سنتيمتر مكعب، فارتفع الماء في الإناء وأصبحت القراءة 50 سنتيمتر مكعب، فإن حجم قطعة الحجر يساوي 20 سنتيمتر مكعب. قام زميل لك بوضع قطعة من الحديد في كأس حجمها 50 سنتيمتر مكعب مملوءة حتى حافتها بالماء، فانسكبت منها كمية من الماء قدرها 20 سنتيمتر مكعب، فإن حجم قطعة الحديد يساوي 20 سنتيمتر مكعب. مغبار مدرج ب 100 سنتيمتر مكعب من الماء. قام أحد التلاميذ بوضع 4 بليات متساوية في الحجم في المغبار، فارتفع الماء إلى 120 سنتيمتر مكعب، فإن حجم البلية يساوي 5 سنتيمتر مكعب. عند تحول الماء من الحالة السائلة إلى الثلج، فإن ذلك يصاحبه انخفاض درجة الحرارة. تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية يسمى التبخر. التبريد يكون مصاحبا لعملية التكثف. عند صناعة المشغولات الذهبية من الذهب، فإنه يلزم القيام بعملية الانصهار ثم التبريد. المادة التي تأخذ شكل وحجم الإناء الذي توضع فيه. المادة الغازية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى انصهارا.
بخار الماء في الهواء مثال للحالة الغازية. المسافات بين جسيمات المادة أكبر ما يمكن في الحالة الغازية. تصنع الأسلاك الكهربائية من النحاس. تصنع أواني الطهي من الألومنيوم. تستخدم كل من الذهب والفضة والماس في عمل الهولي. تصنع التماثيل من النحاس. من الفلزات التي توجد في الحالة السائلة البروم. العنصر اللافلزي الذي يوصل الكهرباء كربون. من أمثلة اللافلزات الكربون. عند إضافة ملح الطعام إلى الماء والتقليب ينتج عنه تغير فيزيائي. ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي. من أمثلة التغير الفيزيائي ذوبان الملح في الماء. وضع زجاجة ماء في فريزر الثلاجة لمدة 24 ساعة يحدث تغير فيزيائي. نعتبر إضافة الخميرة من إلى المخبوزات تغيرا كيميائيا. يعتبر كل مما يلي تغيرا كيميائيا عدا تكون محلول ملح. من أمثلة التغير الفيزيائي انصهار الثلج. الأجسام التي تشع ضوءا وحرارة تسمى نجوم. تقع نقط في مركز المجموعة الشمسية الشمس. أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما هو المشتري. أجمل كواكب المجموعة الشمسية هو الزهرة. ترى القمر منيرا في السماء لأنه يعكس الضوء. أقرب كوكب للشمس عطارد. الشمس نجم لأنه يشع الضوء والحرارة. علل أو بما تفسر. يعتبر القلم مادة لأن له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. لا يستخدم الميزان المعتاد في تقدير كتلة المشغولات الذهبية لأن كتلتها صغيرة جدا، وبالتالي لا يستطيع الميزان المعتاد تقديرها بدقة. أحيانا يستخدم الزيت بدلا من الماء لتقدير حجم جسم صلب باستخدام مقبار مدرج. يستخدم الزيت إذا كان الجسم يذوب في الماء. عند وضع خليط من حصى وماء في مصفاة دقيقة الثقوب فإن الماء ينفذ بينما يبقى الحصى في المصفاة. الماء يمر من خلال الثقوب الدقيقة لأنه مادة سائلة يتغير شكلها ولكن الحصى مادة صلبة شكلها ثابت وحجمها ثابت، فلا يمر الحصى من الثقوب الدقيقة لأن حجمه أكبر منها. لا يتغير شكل القطعة من الحديد عند نقلها من إناء إلى آخر لأنها جسم صلب شكلها ثابت وحجمها ثابت. تقل كمية الماء الموضوع في إناء باستمرار التسخين لتحول جزء من الماء إلى بخار. اللبن مادة سائلة لأنه يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه ولا يتغير حجمه. تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس لأنه موصل جيد للكهرباء. عناصر الحديد والنحاس والألومنيوم موصلوا للحرارة لأن هذه العناصر من الفلزات. يستخدم الحديد في صناعة وبناء الكباري ومتانته لأنه قابل للتشكيل. تصنع أواني الطهي من الألومنيوم لأنه جيد لتوصيل الحرارة وقابل للتشكيل. استخدم الجرافيت الكربون في صناعة أقطاب الأعمدة الكهربائية الجافة لأنه موصل جيد للكهرباء. يعتبر الزئبق فلزا لأنه له بريق وجيد لتوصيل الحرارة والكهرباء. يستخدم الذهب في صناعة الحلي لأن له بريق كما أنه قابل للتشكيل. يعتبر انصهار الشمع تغيرا فيزيائيا لأنه لم يحدث تغير في تركيب الشمع ونستطيع أن نحصل على الشمع المنصهر مرة أخرى. احتراق السكر يعتبر تغيرا كيميائيا لأنه حدث تغير في تركيب السكر وتكونت مادة جديدة تختلف في خواصها عن السكر. ذوبان ملح الطعام في الماء يعتبر تغير فيزيائي لأنه لم يحدث تغير في تركيب الملح ولا يمكن الحصول على الملح مرة أخرى بالتبخير. يجب طلاء الأدوات الحديدية قبل استخدامها حتى لا يحدث لها صدأ. تبدو لنا النجوم صغيرة جدا لأنها بعيدة جدا عنا. نرى القمر مضيئا رغم أنه جسم معتم لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يسمى كوكب المريخ بالكوكب الأحمر لاحتواء صخوره على معدن الحديد. الشمس نجم لأنها جسم مضيء يشع ضوء وحرارة. الأرض كوكب لأنها جسم معتم يدور حول الشمس في مدار محدد. يسمى كوكب الأرض بالكوكب المائي لأن الماء يشغل معظمه. تعاقب فصول السنة الأربعة نتيجة دوران الأرض حول الشمس. تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول محورها مرة كل 24 ساعة. في فصل الصيف يكون النهار أطول من الليل لأن المسار الظاهري الذي تسلكه الشمس في فصل الصيف يكون أطول من مسارها في فصل الشتاء. تسمى حركة الشمس حركة ظاهرية لأن حركة الشمس من الشرق إلى الغرب تكون بسبب حركة الأرض حول محورها وليس بسبب
الفعلية، الحركة الفعلية للشمس، اختلاف عدد ساعات كل من الليل والنهار بسبب ميل محور دوران الأرض. تبدو لنا الشمس متحركة من الشرق إلى الغرب بسبب حركة الأرض حول محورها وليس بسبب حركة الحركة الفعلية للشمس. ماذا يحدث عند وضع قليل من السكر في إناء فوق لهب؟ يحترق السكر ويتغير لونه. وضع زجاجة ماء في فريزر الثلاجة، يتحول الماء من الحالة السائلة للحالة الصلبة ثلج. الطرق على قطعة من الكبريت بمطرقة عدة مرات، تنكسر قطعة الكبريت لأنها غير قابلة للطرق. غلي الماء وتعرض الناتج لسطح بارد، يتكثف بخار الماء ويتحول إلى ماء سائل. وضع سلك تنظيف الأواني المصنوع من الحديد معرضا للهواء الرطب لمدة يومين، يتكون عليه طبقة بنية من الصدأ. دوران الأرض حول الشمس يتعاقب فصول الأربع. توقف الأرض حول عن الدوران حول محورها لا يتعاقب الليل والنهار. توقف الأرض عن دوران حول الشمس لا تتعاقب فصول السنة الأربع. دوران الأرض حول محورها يحدث تعاقب الليل والنهار. قارن بين الحالة الصلبة، الحالة السائلة، الحالة الغازية. وجه المقارنة، الشكل ثابت زي ما انتم شايفين كده بقى، ممكن تقروها. ممكن توقف الفيديو وتقراها براحتك. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اشتباه جديد والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.